دابا قانون الإضراب ربما نسبق الترتيب ديال الأسئلة. قانون الإضراب هو قانون تنظيمي المفروض أن نكون في بلادنا قد صادقنا عليه خلال الولاية التشريعية الأولى لما بعد الدستور. قدمناه للبرلمان، درنا داكشي اللي علينا من ناحية الدستورية، لكن المفروض أن القوانين حينما تودع في البرلمان يجب أن تناقش، يجب أن نناقش القوانين حينما نودعها في البرلمان. هذا القانون الآن عمر أكثر من 10 سنوات في البرلمان، حوالي 10 سنوات بالضبط. أعتقد بأنه جاء الوقت لكي نناقشه. نناقشه في إطار ماذا؟ في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب. كل هذه الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي، وأنا عبرت عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، الحكومة تلتزم بها. من كيكون الإمكانية ديال التأجيل ويطلب التأجيل يعني الحكومة تستجيب، وهذا ما وقع، لأنه المفروض أنه النقاش يكون طلق فيه الأسبوع الماضي. فالنقاش مرة أخرى الآن غادي نمشيو للجنة، سوف نبدأ في النقاش التفصيلي، سوف نستمع، وبناء على هذا النقاش كله غادي يتضح الرؤية بخصوص هذا الموضوع. طلبة الطب، أنا تكلمت على هذا الموضوع هذا الأسبوع الماضي. الموضوع الآن من ناحية المسطرية هو موجود لدى مؤسسة الوسيط، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتحدث في هذا الموضوع. حتى قلنا السيد مؤسسة الوسيط الرأي ديالها في الموضوع، هي الآن في إطار تسوية. السيد الوسيط يقوم بالاستماع لممثلي الطلبة، يستمع إلى الحكومة. منين يخرج القرار ديال مؤسسة الوسيط آنذاك يمكن أن نتحدث من جديد ونبدأ بالرأي ديالنا حول هذا الموضوع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.